السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمتع بقول الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو تتذكروا شباب، لما كنا بنتكلم عن الآية بإذن الله دلوقتي هنقول الجزئية اللي كانت فاضلة، يعني لم يتم شرحها، فبإذن الله إن شاء الله تكون يسيرة. لو تتذكروا لما كنا اتكلمنا عن الآي آر، كنا قلنا الآي آر هي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بعد ما نعمله ديكود فبتطلع منه الإيميديت فاليو، تمام، وبيروح على الكنترول سيركت ديت اللي هي بتطلب على الكنترول سيجنالز ومشاكل، تمام. فاحنا في النقطه ديت احنا هندرس الكنترول سيجنالز بقى، يعني ندرس في التفصيل شويه بتطلع ازاي وهكذا، تمام. تمام، فلو هنا مثلا فبيقول لك عشان البروسيسور يعني يعمل جنريت للكنترول سيجنال في طريقتين: هارد وايرد كنترول، وديت اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي مايكرو بروجرام، ديت مش تبعها، تمام، او لم يتم شرحها ان شاء الله. فبيقول لك ايه؟ اللهم صل وسلم زي بارك على سيدنا محمد. لو تتذكروا شباب اللي احنا عندنا 5 ستيجز، تمام، قايلين ان دي هتكون سكيما ثابته. فانت في البتاع في الكنترول سيجنال انت عايز حاجه توريك انت في انهي ستيج، بمعنى يعني مثلا هل انت في الستيج الاولى ولا الستيج الثانيه، الستيج الثالثه، الستيج الرابعه، الستيج الخامسه، هل بتفرق؟ ايوه اكيد هتفرق. ليه؟ لو تتذكروا احنا كنا قلنا في بعض الكنترول سيجنال اللي هو بمعنى الاي ار، مثلا الاي ار انيبل السيجنال دي، مش احنا قلنا دي تتعمل مثلا تتعمل لها انيبل في ستيج واحده او ستيج اثنين بس، اللي هو الاي ار عشان بيعمل ديكود للانستراكشن، صح؟ بعد ما عمل ديكود هل انا احتاج مثلا في ستيج ثلاثه، ستيج اربعه احتاج السيجنال دي؟ لا، في بعض السيجنالز اللي هي نقدر نعملها في ستيج معينه، تمام. فانت اكيد عايز تحدد انت في انهي ستيج عشان تشوف ايه السيجنال اللي انت محتاجها، تمام. فدلوقتي ودلوقتي باذن الله هتوضح الدنيا اكثر، تمام. ديت الرسمه عندك. اول حاجه عندك الاي ار، الاي ار بيكون فيه الانستراكشن بعد ما عمل الديكود او ما شابه. فانت مثلا قال لك اد ار 1 ار 2 وحطه في ار 3، فانت دلوقتي كل احنا لو تذكر لما كنا بنعمل الاحتمالات نقول لك مثلا البروسيسور ده يقدر يعمل مثلا 3 عمليات: اد، سبتراكت، مثلا اند، اور، ايا كان يعني كده، صح؟ مش احنا كنا بنعمل كده؟ تمام. فهو وكنا نروح قايمين نقول لك مثلا الاو بي كود دوت مثلا هياخد 2 بيتس مثلا، 2 بيتس معناه انه يقدر مثلا يمثل 4 عمليات. فانا بكون مدي كل عمليه، يعني مثلا هقول انا هروح اي ما اقول لك اعمل ايه؟ اقول لك الاد هدي له مثلا 0 0، السبتراكت هدي له مثلا 0 1، مثلا المال مثلا هدي له كام؟ 1 0، الاند مثلا هدي له 1 1، تمام؟ فهو بعد ما يعمل، فانت طبعا طبعا دي بقى كومبايلر او بروسيسور بيكون مقسم، هو قسم. فانت بعد ما تعمل ديكود في الاي ار انت عندك بيجي لك الاو بي كود بيتس، مثلا انت عندك اند اد، فانا عارف ان الاد بيقول ايه؟ صفر صفر، صح؟ فبروح قايم موديها للانستراكشن ديكود. ليه اوديها للانستراكشن ديكودر؟ عشان يطلع لي الانستراكشن. يعني هو مثلا اول ما انا هودي له الانستراكشن ديكودر ده انا هدي له مثلا صفر صفر، يبقى انا عرفت كده ان الانستراكشن بيقول ايه؟ بيقول اد. طب لو انا اديت له مثلا 0 1 يعرف ان الانستراكشن يديني سبتراكت، تمام؟ فالانستراكشن ديت بتكون ايه؟ معتمده على الاو بي كود، تمام؟ تمام. هنا عندك بقى كاونتر ستيب، ستيب كاونتر قصدي، اللي هو ايه؟ كل ما تعدي مثلا انا دلوقتي في الستيج، انا مثلا في الستيج الفيتش فهتلاقي تي 1، طب انا مثلا في السورس ريجستر هتلاقيني بقيت في تي 2 وهكذا. وكل ما اعدي مثلا ستيج، كل ما اخلص ستيج يروح عامل كلوك ايه؟ يزود الستيب كاونت، فهو مثلا كان على تي 2 لا خلص يبقى دلوقتي على تي 3. هتفرق معايا؟ اه تفرق معاك طبعا، عشان زي ما احنا قلنا في بعض السيجنالز بتكون متاحه في ستيجز بس معينه، تمام. دي بقى بيقول لك مثلا في اكسترنال انبوت، مثلا حصل انتربت او حاجه زي كده اللي احنا خدناها في الاو اس، وشويه كلام يعني مش هندوس فيها دلوقتي. مثلا لو مسكنا اي واحد اي انستراكشن وكده وجينا نحلله، فدايما في الستيب الاولى مثلا كان بيقرا البي سي ويعمل ريد من الميموري، وبعدين يحط الميموري داتا، يعني مثلا البي سي فيه مثلا 2000، فيروح الميموري يقرا ال 2000 دوت، ماشي، يروح الميموري يقرا ال 2000، يجيب الانستراكشن يحطه في الاي ار، يعمل ديكود ويزود، ما يعملش ديكود هنا قصدي، يعمل ديكود هنا اعتذر، يروح قايم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يحط الانستراكشن في الاي ار ويروح قايم يزود على البي سي، صح؟ مش دي دايما في الستيب الاولى. فهو دلوقتي عايزين نذكر مثال، مثلا دلوقتي بص المثال اللي ذكره بيقول لك مثلا احنا عايزين نعمل فيتش للنيو انستراكشن من الميموري، تمام. فاول حاجه دلوقتي هيكون عندك كذا حاجه. اول حاجه دلوقتي انت في ستيب، في ستيج ايه؟ ستيج الاولى، صح؟ فانت عندك دلوقتي تي 1، تمام. انت بالنسبه لك دلوقتي انت بتي 1، ففي واحد انت تعمل ايه السيجنالز اللي هتشتغل معاك؟ اول حاجه دلوقتي هل انا مثلا الام اي سيلكت دوت اللي هو الميموري ادرس، هل انت محتاجه من ار زد ولا بي سي؟ انت في اول ستيب، صح؟ فانت عايز تقرا الانستراكشن العنوان المتخزن فيها في البي سي، صح؟ فانت هتقول يبقى انت دلوقتي مثلا هيكون عندك الام اي سيلكت، هتروح انت تخليه ايكوالز 1،
ايكوالز 1 ليه؟ عشان يختار الوقت، يختار البي سي تمام. وعايز برضو تعمل الميموري ريد، هتعمل لها انيبل صح؟ اكيد ما انت عايز تقرا الميموري صح؟ تروح انت تعمل لها انيبل. عظيم. عايز طبعا تدخل ام اف سي، ويت فور ام اف سي اللي هو لما يخلص الريد صح؟ طيب تمام. احنا لو لو تتذكروا، تعالوا نطلع فوق كده شويه، كان ايه اللي موجود تاني؟ دلوقتي احنا بالفعل قرانا وحطينا البي سي في الميموري وقرانا تمام. دلوقتي ناقص الاي ار، فدلوقتي الاي ار تيجي تعال نبص على دنيته، فين الاي ار؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اي ار انيبل صح؟ مش لازم تعمل، لازم تفعل ديت عشان نحط الانستراكشن في الاي ار. فتقول مثلا اي ار انيبل، دي برضه سيجنال هنحتاج تمام. طب هنحتاج حاجه ثانيه؟ لو جيت هقول لك اه هنحتاج هنا اخر حاجه، اخر حاجه كنا عملناها ايه؟ اطلع فوق كده، اطلع فوق. اخر حاجه كده احنا دي خلصنا، دي خلصنا، دي خلصنا، وفي الام اف سي برضه خلصناها كمان الحمد لله. عندك انك تعمل انكريمنت على البي سي. طب كنا بنعمل انكريمنت على البي سي منين؟ اطلع يا معلم ماكس انك صح؟ ماكس انك يختار، هيختار واحد ولا زيرو؟ هيختار زيرو، انت شغال عادي، بنزود اربعه هيختار زيرو صح؟ يبقى انك سيلكت برضه اللي هو انكريمنت سيلكت دوت هنخليه يختار زيرو تمام؟ فدوت اللي مكتوب هنا. فبمعنى ان في كل ستيج في بعض السيجنالز المختلفه اللي هتشتغل، فانت تخلي بالك من النقطه زي دي تمام؟ تمام. دلوقتي يا شباب احنا كنا قلنا الار اف رايت دوت ده بنفعله تمام، اللي هو ريجستر فاير رايت. بمعنى انا عندي مثلا لو قلنا اد ار 1 ار 2 ار 3، انت دلوقتي انا مثلا عندي الار 1 10 ار 2 20 ار 3 70 ماشي. انت هتعمل عملياتك وكده، وهتحتاج امتى الار اف رايت ديت؟ انت هتحتاجها في اخر ستيب خالص. عارف اخر ستيب اللي هي ايه؟ اللي هو هنقول ار واي حطها لي في الار 3 صح كده، هتعدل قيمه الار 3. فانا محتاج ان الار اف ديت تكون انيبل عشان اقدر اعدل في القيمه. ما هي اصل لو انا ما عدلتش فيها يبقى الار 3 هتخليها 70 غلط اساسا، المفروض هتكون 30 بعد المجمع صح تمام. فالار اف دوت يبقى عندك انيبل لازم يكون في كام؟ في ستيج 5. يبقى انت عندك هيكون ايه؟ تي 5 تمام. طب ايه الحاجات اللي تقدر تخليني اعمل اعمل بتاع مثلا اعمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغير يعني في الديستنيشن ريجستر دي؟ بص اول حاجه دي اللي احنا ذكرناها الاد، ممكن يكون اد سبتراكت، ممكن يكون من، ممكن يكون اند، ممكن يكون اور صح؟ مش دي كلها حاجات. فاحنا يبقى انت دلوقتي انت عايز اول حاجه لازم اعتذر لازم يكون الار اف رايت ديت عشان نعمل لها انيبل، لازم اول حاجه تكون في ستيج 5 صح؟ تمام. ستيج 5 مع ايه؟ لو تتذكروا هي دي حاجه اساسا في اللوجيك، انا مش عارف ايه اللي جابها هنا بس ما عليها. لو تتذكروا لما نكون مثلا اقول لك ايه؟ فهقول لك إيه؟ عارفين مثلا شغل الاحتمالات اللي هو مثلا بقول لك انا احتمال ان الشخص دوت مثلا يكون طوله اكبر من 160 ومثلا يكون وزنه اقل، يعني يكون مثلا الناس بتاعه مثلا او الهيئه ايا كان يعني اطول من 160 اند اقول لك ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، او الهيئه بتاعه اكبر من 160 وعندك مثلا الوزن مثلا اقل من 50 تمام؟ مش احنا كنا بنعمل اند؟ هل مثلا لو في شرط فيهم تحقق يبقى خلاص يبقى الكونديشن ده ترو؟ لا، لازم الاثنين يتحققوا تمام. انت هنا بتعمل برضو نفس الحوار، انت بالنسبه لك لازم يكون انت في ستيج 5 صح؟ فلازم تكون في ستيج 5. اند بقى احنا كنا بنمثلها بالاور ازاي؟ كنا بنمثلها بضرب صح؟ الاور كنا بنمثلها بزائد، الاند بنمثلها بضرب، فعشان هو كده ضرب تمام. ايه الحاجات بقى اللي انت عرفنا خلاص ان لازم نكون في ستيج 5؟ ايه الحاجات اللي اتغيرت؟ اي عمليه في الاي ال يو زي ما ذكرنا اللي هو اند او ار اور قصدي وهكذا وسبتراكت الى اخره. طيب ممكن يكون حاجه كمان، ممكن تخيل لو احنا كنا بنعمل لود، لو بنقول مثلا لود ار 1 ومثلا عندنا الادرس ايه، مش كده؟ كنا بنجيب نشوف الادرس ايه، ده ادرس ايه، نشوف القيمه اللي فيه 5 ونروح قايمين نحطها في الار 1. يبقى كده عملنا غيرنا في الريجستر ولا لا؟ غيرنا. يبقى مثلا يبقى هنقول يبقى انت عندك يا اما احتمال لو الاي اللي هو موجود هيشتغل، نقول اور مثلا هيكون عندك ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لو لود صح ولا ايه؟ صح. انا عملت زائد ليه؟ عشان مش ضروري يكون الاثنين موجودين. لو اللود موجوده وانت في ستيج 5 خلاص اتحقق الكونديشن، لو الاي اللي هو موجوده وانت في الستيج 5 خلاص اتحقق الكونديشن. بلس عندك حاجه كمان لو تتذكروا، لما هنا مش احنا قلنا اللينك ريجستر موجوده هنا، الادرس اوف اللينك ريجستر صح؟ فانت لو عندك في الكونديشن كول
لما اول ما اعمل كول انت بتعمل ايه؟ بتروح انت غير اللينك ريجستر صح؟ يعني بمعنى مثلا انا عندك انستراكت الى اخره الى اخره ده مثلا 3000 3004 3008 3012 عظيم عظيم. ودوت هنا الريتيرن، هنا ريتيرن لا استغفر الله اقول لك خلي ده كله. دلوقتي احنا ماشيين ماشيين 1 2 3 كذا كذا، اول ما يقول لك كول قال لك كول خلاص انستراكشن، فهتروح للصب كول مثلا صب 1، فهتروح في الصب 1 وتشتغل عليه. مش انت عايز ريتيرن ادرس؟ مش احنا كنا بنحفظ الريتيرن ادرس اللي هو بعده مثلا هيكون مثلا كام 3016 هيكون 3016، مش ده كنا بنحفظه؟ كنا بنحفظه ازاي؟ عن طريق اللي احنا بنبعته في اللينك ريجستر اللي احنا ذكرناه باذن الله تكونوا فاكرينها، يعني احنا كنا ذكرناه وشرحناه بالتفصيل صح؟ تمام. يبقى انت دلوقتي عندك كذا احتمال، وهم اول حاجه لازم تكون في ستيج 5 تمام؟ عندك بقى يا اما يكون ايه اللي يو اد سبتراكت الى اخره، يا اما يكون لود، يا اما يكون كول. كول ليه؟ عشان هنغير في اللينك ايه ريجستر تمام؟ يبقى دوت دي عشان دي الاحتمالات ايه اللي تخلي ار اف راي. طبعا لو اي واحد فيهم يعني مثلا لو انت مش في ستيج 5 فبالنسبه لك دوت فولس، ففولس في اي حاجه فولس عند اي حاجه فولس، فبالنسبه لك الار اف دوت ايه مقفول مقفول يعني ملغي. دلوقتي بقى البتاع الثانيه يقول لك بي سيلكت بيساوي ام، ده يعتبر لوجيك اساسا بتاع يعني دي حاجه لوجيك يعني تمام. يعني بمعنى هنا مثلا مش بي انت بي سيلكت دلوقتي انت يا اما ترو يا اما ترو يا اما فولس صح؟ لو ترو هتختار الايميديت، لو فولس هتختار ايه اللي هو الار بي تمام. فهو عشان يروح اي يعرفها راح قام كتب بي سيلكت بيساوي الايميديت. طب فهمها لي. بصوا يا شباب انا مثلا دلوقتي عندي الاي ار تمام، الانستراكشن بتاعي بيقول لي اد ار 1 ار 2 ار 3. الار 1 بقت هنا والار 2 هنا، فدلوقتي انا باجي هل هختار الار بي هختار ايه ار 2 ولا ايميديت فاليو؟ انت هتقول لي انت محتاج ايه؟ انا محتاج ار 2 صح؟ فهختار ار 2، فالمفروض اخلي بي سيلكت تختار ار 2. طب اختارها ازاي؟ انا دلوقتي هل انا عندي ايميديت فاليو اساسا؟ انا ما عنديش ايميديت فاليو صح؟ فانا بالنسبه لي دلوقتي الايميديت فاليو لما اجي اعمل دوت الاي ار عملنا ديكود فيه، فالان مفيش اساسا ايميديت فاليو، فهيحط لي ايميديت فاليو بصفر. لما يحط لي لما يقول لي مثلا بي سيلكت بيساوي الايميديت فاليو، الايميديت فاليو اساسا بيساوي صفر صح؟ يروح قايم مختار لي ده. طب لو الايميديت فاليو كان باي قيمه مثلا كان بسبعه او حاجه زي كده، فانا بالنسبه لي الكونديشن ترو. طب دي حاجه في البرمجه يعني تكون واضحه، مثلا انا عندي انت ايه تمام بيساوي خمسه، فانا بقول اف ايه تمام. فانا بالنسبه لي طالما الاي اي قيمه غير الصفر فبالنسبه لي الكونديشن ده ترو. لو عملنا مثلا كده قال لي شيبو از كينج مثلا تمام. طب لو انا خليته بصفر انا بالنسبه لي دلوقتي بقى الكونديشن دلوقتي بقى ايه بقى فولس صح؟ لو انا عملت كده ذا كينج از شيب تمام. فهي ديت النقطه، فدي معناها البي سيلكت بيساوي ايميديت لو عندك اي ايميديت فاليو بقى 1 7000 سالب 1 مليون ايا كان، خلاص هتروح قايم مفعل لي الترو اللي هو ايه تاخد الايميديت فاليو. لو ما عندكش ايميديت اساسا والايميديت فاليو بصفر فهتروح قايم مفعل لي الفولس اللي هو تاخد ايه الار بي تمام. هي ديت النقطه. دلوقتي يا شباب احنا عارفين ان مثلا كل انستراكشن او اللي هما الستيج بتاعتي كل ستيج مثلا بتاخد كلوك 1 كلوك. بس مثلا تخيل انت كنت عايز مثلا تقرا داتا، الداتا دي ما كانتش في الكاتش، فانت كده هتروح عند الرام بقى وتقراها، فاكيد هتاخد اكثر من كلوك صح؟ بس بالنسبه لك انت البتاع دوت يحسب. لو مثلا احنا في اول كلوك عدت فخلاص انا دلوقتي احنا تي 1 ماشي، احنا بادئين تي 1، اول كلوك عدت خلاص خش على تي 2، ثاني كلوك عدت خش على تي 3، ثالث كلوك عدت خش على تي 4. طب افرض مثلا انت في تي في اي تي في اي واحد منهم مثلا مثلا اللي هو ايه تي 4 مثلا اللي هو بيعمل اكسس للميموري او ما شابه، هو اتاخر وهو بيعمل اكسس للميموري، الكلوك عدت بس هو انت لسه في تي 4 راح قام زود لك نط على تي 5. طب انت ما خلصتش اساسا عمليه تي 4، فانت هنا قال لك عايز يعمل لك ايه السيجنال دي اللي هي كاونتر انيبل. انا عايز الكاونتر انيبل ده يشتغل امتى؟ لما اكون خلصت، يعني لما اكون ايه خلصت دنيتي من الميموري تمام تمام. فقال لك احنا نعمل ايه لو تتذكروا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فاكرين لما كنا بنقول ويت فور ام اف سي؟ احنا ممكن نختصرها دبليو ام اف سي. الام اف سي قلنا ميموري فانكشن كومبليت، يعني خلاص انا خلصت دنيتي من الميموري تمام تمام. انا مثلا
بيقول لك ايه دلوقتي هيكون بالنسبه لك القانون ايه؟ بيقول لك كاونتر انيبل دبليو ام اف سي وعليها البار يعني النيجيشن يعني بلس ام ام سي يعني ايه برضه فهمني. بص انا مثلا انا لو عندي مثلا انا في السورس ريجستر انا خليت مثلا الار ايه حطيت الار 1 في الار ايه والار 2 في الار بي، هل انا عملت حاجه في الميموري؟ هل انا عملت ويت فروم ميموري؟ لا، فاساسا هي مش موجوده صح؟ فانا بالنسبه لي ان الدبليو ام اف سي بالنسبه لي انها بصفر، ليه؟ عشان هي مش موجوده اساسا، هي مش متفعله، فلما تكون بصفر وده نيجيشن صح؟ فخليها بواحد، يبقى انا دلوقتي عندي الكونديشن ده ايه؟ ترو صح؟ اول لما الكونديشن ترو معناها كاونتر انيبل، يعني ايه؟ زود عادي براحتك، كده كده الانستراكشن ده اللي احنا واقفين عليه او الستيب دي هتاخد كلوك كده كده، ليه؟ عشان ما فيهاش اي حاجه في الميموري. انت ايه احتمال انك تاخد اكثر من كلوك؟ لو في حاجه مرتبطه بالميموري هتعمل ريد من ميموري، هتجيب حاجه من ميموري الى اخره. انما هنا مثلا انت بتروح حاطط الار 1 في ار ايه، ار 2 هتحطها في ار بي، هل انت عملت حاجه في الميموري؟ لا، فده هياخد كلوك وش. فعشان كده انت فعلت الكاونتر انيبل وانت حاطط في بطنك بطيخه الصفر، تمام زي الفل ما تقلقش تمام. انما مثلا لو جينا في مثلا اللي هو ايه ابسط مثال ده، مثلا وانت لما تيجي تقرا الميموري، انا مثلا البي سي كان فيه 2000، جيت اشوف ال 2000 ديت اشوف الداتا اللي فيها ما لقيتهاش موجوده في الكاش، الكاش مش موجود، فانا كده بالنسبه لي انا هضطر اروح للميموري وممكن اتاخر هناك صح؟ تمام. فطالما انا هتاخر هناك يبقى انا لازم ويت فور ميموري اسمها ايه؟ ويت فور ميموري فانكشن كومبليت صح؟ فديت هتكون بالنسبه لي مفعله، فطالما مفعله بالنسبه لي ودوت في نيجيشن فانا بالنسبه لي الكونديشن ده فولس. طب الكاونتر بقى انيبل هتشتغل امتى؟ اول لما الام اف سي تقول لي خلاص انا خلصت دنيتي، الام اف سي اتفعلت، انا بقى بالنسبه لي دوت زي الفل تمام. بس من الاخر بقى عشان تخلص من الحوار ديت، لقيت دبليو ام اف سي فهو دي معناها انه مستني الفانكشن كومبليت، اول لما بتكون موجوده الكاونتر انيبل دوت بيكون متعمل له ديسيبل ما يقدرش يزود. اول لما الام اف سي تيجي تقول لك خلاص انا خلصت دنيتي في البتاع، الكاونتر انيبل ايه يشتغل زي الفل تمام. باذن الله تكون وضحت يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندك اخر حاجه البي سي ايميل تمام. بص بقى هو البي سي امتى بنغير بتاع بنغير كنترول؟ اكيد في ستيج واحد لما نيجي نعمل لما بنزود عليه مثلا اربعه تمام تمام. وممكن برضه في ستيج تخيل مثلا انت شغال اهوت، احنا شغالين هنا، فانت المفروض شغال على 2000 هوب، واحنا شغالين كده لقيت في برانش لوب مثلا فقالت لك هتروح اي مودي لي على 2050، فالبي سي بيتغير في الحاله دي. ديت الحاجه اللي احنا كنا ذكرناها هنا لو تتذكروا، يعني لما كنا عملنا لما كنا بنعمل الكونديشن ده فقلنا البي سي بيزود على البرانش اوبس ودوت اللي مذكوره في الرسمه دي. بصوا فين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص دلوقتي الماكس انكريمنت، انا لو شغال سيكونس فانا البي سي بتاعي بيزود عليه 4 4 4 4 صح؟ طب لو انا مثلا ما كنتش شغال سيكونس بقى، انا مثلا كنت شغال سيكونس لحد هنا شغال سيكونس وبعدين دخلت لوب، فانا بضيف بقى البرانش اوفست، احنا شرحنا مره باذن الله ان شاء الله تكونوا عارفين وانا فاكرين البرانش اوفست اللي هو مثلا انا يعني مثلا انا بتاع اللوب بتاعتي انا بدل ما كنت اضيف اربعه انا ضفت عليه 50، البرانش اوفست بتاعي كان بالنسبه لي 50 عشان يروح الدنيا بتاعتي تمام تمام. اهوت يا شباب مثلا انا عندي هنا انا شغال عادي انستراكشن 2000 وبعدين انستراكشن 2004 2000 كذا 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 وبزود اربعه، جيت عند انستراكشن 2020 فبقول برانش اف، فلو الكونديشن ترو بروح عند كلمه اللوب. لاحظ في كلمه اللوب فين؟ كلمه اللوب هنا، فانا دلوقتي انا عايز اغير الكونتنت بتاع بي سي عشان يقرا الانستراكشن ده تاني صح؟ فالبرانش اوف ست هنا بتاعي مثلا هيكون سالب 20 سالب 20 سالب 20 لما اجمعه على 2020 هيديني 2000 صح؟ اروح قايم عند هنا واتنين اقرا تمام؟ بس يعني طب احنا هنا عملنا ايه؟ احنا هنا جبنا الكونتنت بتاع بي سي زودنا عليه البرانش اوف ست اللي هو مثلا سالب 20 تمام صح. فاي عمليه رياضيه احنا بنعملها في ايه؟ في الاي ال يو. الاي ال يو ستيج كام؟ ستيج 3 معاك تمام. يبقى انت عندك البي سي بيتغير في حالتين، يا اما ستيج 1 يا اما ستيج 3 تمام. طبعا ده ليه شرط وده ليه شرط. ستيج 3 ان يكون في برانش، يكون في برانش، امال انت هتغيره ليه بمناسبه ايه؟ لازم يكون في برانش عشان تغيره. ستيج 1 انه يكون الام اف سي اللي هو ايه قرا خلاص من اللي هي ذكرت كتير بقى ان شاء الله هتكونوا تملكوا منها اللي هو خلاص قرات من الميموري تمام. فهو دوت البتاع هو ده الكونديشن، سواء بقى كان في الستيج واحد والام اف سي جاهزه خلاص القرا من الميموري بي سي ام
عشان يزود عليه. طب لو او ممكن يكون في الستيج الثالثه ويكون يكون ايه موجود البرانش بس. تقريبا دوت اللي كان فاضل في المحاضره دي ان شاء الله. ديت بعض الاختلافات بقى اتذكر 7000 مره من بنقراها وخلاص. الرسمه دي الدكتور ما ذكرش عنها غير حاجه واحده، قال لك ان الانتر كونكت دوت بيبقى رابط تقريبا ده كله ببعضه يعني وخلاص، وفي شويه كلام عليها بس لما قرات الكلام حسيت انه اساسا مش تابعنا يعني. فممكن تقراوه كده وباذن الله ان شاء الله يحمد ان شاء الله. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باذن الله نكمل بقى يا شباب. هنتكلم دلوقتي عن البايب لاين. البايب لاين دوت ايه؟ اول حاجه بس احنا مثلا عندنا انستراكتور، عندنا مثلا ثلاثة انستراكتور او اثنين ايا كان ماشي. فمثلا هيتنفذوا ازاي؟ دلوقتي احنا عارفين ان كل انستراكشن غالبا الستيب الواحده بتاخد ايه؟ كلوك صح؟ تمام. فدوت مثلا ده انستراكشن، ده اول انستراكشن هياخد 5 كلوك، ده هياخد 5 كلوك بعده، ده هياخد 5 كلوك بعده. فاللي هو الحوار لو عندك انستراكشن كتير هياخدوا كلوكس كتير. فهو قال لك ايه؟ البايب لاين دوت فكرته ايه؟ ان انا هدخل حد يعني، بمعنى انا مثلا انا دلوقتي مش الانستراكشن ده بيعمل فيتش ماشي؟ خلص الفيتش بتاعته، لما يجي يعمل ديكود ما تدخل لي انستراكشن تاني يكون بيعمل الفيتش، يكون شغال على الفيتش. طب تمام، اول لما يجي دوت يعمل دوت ده يجي يحسب الاي ال يو، يعمل الكمبيوت بتاعته، يروح قايم دوت يكون دخل في الديكود، ويروح قايم يدخل انستراكشن ثالث يكون بادئ في الفيتش بالشكل دوت يعني. اللي هو مثلا انت في الاول خالص انت بادئ بالانستراكشن واحد ماشي، انستراكشن واحد اشتغل معاك الفيتش، اول لما يخلص الفيتش بتاعه ما تدخل انستراكشن ثاني يعمل فيتش، يبقى هو ده شغال في الديكود، ده شغال في الفيتش، ده خلص الفيتش بتاعته هات الانستراكشن تالت ياخدش فيتش، ودوت بقى شغال ديكود. فاهمني؟ فالانستراكشن اي جي دوت بيكون سابق دوت بستيب، ودوت سابق ده بستيب، وده سابق ده بستيب الى اخره. تمام. فانت بالنسبه لك دلوقتي من الاخر يعني اللهم صل وسلم زر بك على سيدنا محمد، كل ما تخلص كلوك لو لاحظت احنا خلصنا هنا ده خلص اهو، كمان كلوك طلع لك انستراكشن بعد كده، خلصت كمان كلوك طلع لك انستراكشن. يعني بدل ما كنت هستنى 5 كلوك كنت هستنى 5 كلوك صح عشان واحد انستراكشن، لا انا دلوقتي بقيت بالنسبه لي 1 بير سايكل او 1 بير كلوك ايا كان يعني. تمام. انت بالنسبه لك اول ما خلصت اهوت الانستراكشن ده خلصت، وقفت يا دوب هي استنيت كمان كلوك بس خلص. طب اللي بعده خلصت كمان استنيت كمان كلوك الثاني خلص على طول. تمام تمام. فانت بالنسبه لك دلوقتي مثلا بدل ما كنت كان عندك مثلا 3 اهو، بدل ما كنت مثلا هستنى 15، انا بالنسبه لي استنيت كامل 5 5 كلوك في اول انستراكشن بس، بعد كده ده كلوك وبعدين ده كلوك، فانت بالنسبه لك بقيت 7. شايف؟ شايف الفرق؟ يعتبر النص. فلا فعشان كده قال لك ايه هنشتغل بالبايب لاين. هنا دلوقتي راسم لك رسمه البايب لاين وبيقول لك ايه انتر ستيج بافر وكده، فانت ممكن تتخض من شكلها بس هي نفس الرسمه دي بالملي. مثلا اول انستراكشن انت عملت فيتش صح؟ اول ما تعمل فيتش فهو قال لك ايه هيروح قايم حاطط الانتر ستيج بافر بي 1، بيحط فيها ايه؟ بيحط فيها الاي ار صح؟ مش الاي ار فيها قيمه، انت لسه عايز تعمل ديكود في الستيج الثانيه. ايوه. يروح قايم يعمل ايه؟ بيقول لك يعمل حاجه اسمها فيد، يعني يدي معلوماته للستيج الثانيه عشان احتاج. تمام. بعد ما خلصت الستيج الثانيه، انا الستيج الثانيه مثلا هنا كان بالنسبه لي ان احط شويه ريجستر، مثلا لو كان عندك ار 1 ار 2 ماشي وار 3 مثلا، فانت بالنسبه لك الستيج الثانيه ايه البتاع الار ايه بيساوي ار 1 والار بي بيساوي ار 2 صح؟ دي بالنسبه لك الانتر ستيج بافر المعلومات اللي هنا ليه؟ عشان لما تيجي تدخلها على الايه اللي يو هتكون محتاج مثلا. بعد ما خلصت ناتج الجمع، ناتج الجمع صح؟ هروح قايم اكون حاطه في البي 3 اللي هو البفر 3 دوت، بحيث لو مثلا هنا فرضا هنا لما تخلصه بنحطه في الار زد صح؟ بس يعني. فانت دلوقتي بالنسبه لك حطيت هنا قلت هنا الار زد بيساوي الجمع. طب افرض مثلا كنت عايز اعمل ميموري اكسس، انا كده هروح قايم مثلا بالنسبه للار زد دوت هيكون عنوان ساعتها، مثلا لو عندي 20 فانا هروح الميموري اكسس الميموري ادرس اللي هو 20 دوت واجيب القيمه بتاعته صح؟ مش ممكن يكون ميموري اكسس بس. فلما عايز اعمل ميموري اكسس فانا اكيد محتاج العنوان، العنوان ده موجود فين؟ في الزد، في الار زد. فمن الاخر الانتر ستيج بافر ديت هي دي المتضمنه، يعني مثلا دي قول مثلا الاي ار ديت مثلا الار اي، دي الار اي مثلا ودي الار بي، دي مثلا الار زد وهكذا. تمام. وهو تلاقي هنا ايه ذكر كل حاجه يعني. تمام. واللهم صل وسلم زد بارك على سيدنا محمد. الانتر ستيج بافر فور بقى ديت ايه اللي هي الار واي. من الاخر الار واي بقى احنا كنا بتكون مخزن فيها ايه، يا اما مخزن فيها الار زد عادي اللي هي قيمه مثلا 30، يا اما مخزن فيها الميموري داتا. لا انا رحت 30 ما كانتش تلزمني، كانت عنوان، رحت عند 30 وخزنت 5، فيا اما ميموري داتا، يا اما مثلا كنت
سب روتين اللي هو مثلا بتاع لينك ريتيرن ادرس الى اخره، تمام؟ هتلاقي مذكوره هنا يعني. بس المهم انت يعني يعني هتكون في ان شاء الله بس يعني، تمام. بيقول لك بقى ايه، اللهم صل وسلم زي بارك الله فينا، في حاجه بقى يا شباب اسمها داتا هازر او مثلا داتا ديبندنسي، تمام؟ فبتكون ايه، مثلا انت عندك انستراكشن زي ده اتقص نص بس مش حوار يعني. مثلا عندك انستراكشن زي ده دلوقتي بيقول لك ايه، هنعمل اد ار 2 وار 3، يعني هيضيق مثلا ار 2 هيساوي ار 3 بلس 100، ماشي؟ وبعد كده هيروح قايم يقول لك ار 9 بيساوي ار 2 ناقص 30، تمام؟ ايه المشكله؟ هنخلينا شغالين عادي بايب لاين زي ما احنا بنعمل، تمام؟ هي في مشكله اللي هي ايه؟ اللي هو دلوقتي في ديبندنس، بمعنى انا مثلا الار 2، انا لو الار 2 مثلا كانت قيمتها 50، فانا بالنسبه لي بعد ما اخلص البتاع دوت، بعد ما اخلص الاستراكشر ده، الار 2 بالنسبه لي هتكون قيمتها ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هتزود ال 100 على الار 3 يعني، تمام؟ مثلا اقول ار 3 كانت ب 20، الار 2 مثلا هتكون ب 120، تمام؟ بعد ما اخلص البتاع ده. هنا مثلا انا لما اجي اشتغل عليها انا هشتغل الار 2 50، يعني هشتغل بقيمه قديمه مش القيمه المتعدله، اصل ما هو ده الاستراكشر الاول فلازم اشتغل بناء عليه. فكده اكيد طبعا المعلومات هتبقى غلط، يعني هنا مثلا بعد ما خلصت الاستراكشر اساسا ار 2 ب 120، انت تشتغل لي على القيمه القديمه ليه؟ تمام. فكده انا مش هينفع اشغلهم زي ما احنا كنا قايلين هنا، مش هينفع كده اشغلهم دلوقتي ده، انا لازم احتاج اوقف الانستراكشن التاني ده، اوقفه شويه محترمين يعني لحد ما دوت يخلص، لحد ما يخلص الداتا بتاعته ويعدل لي فيها، يعدل لي الار 2 الرايت دي احنا بنعدل في الريجستر فايل، يعدل الار 2 يقول لي بقت 120، ساعتها اقدر اشتغل على الار 2، تمام؟ وهو دوت اللي عمله هنا. بص اللهم صل وسلم زي ما بارك على سيدنا محمد، عندك هنا مثلا المفروض احنا كنا بنشتغل على طول، كنا المفروض هتخلي مثلا هنا، هتخلي هنا مثلا السي وبعدين هنا الام وبعدين هنا الدبل وخلاص. لا بس هنا بقى انت عملت ستوب في حاله الديكود. طب ليه الديكود؟ بص الديكود انت كنت بتعمل فيها ايه؟ انت اساسا الستيج الثانيه عندك ديكود وانك تاخد الاوبرنت بتاع السورس اوبرنت، صح؟ فانا مثلا احنا كنا قايلين الانستراكشن الثاني، انستراكشن اللي هو اسمه سبتراكت ار 9 وار 2، تمام؟ فانا الار 9 بالنسبه لي الديستنيشن مالناش دعوه بيه، الار 2 هي السورس، صح؟ فانا بالنسبه لي هاخد في الستيب الثانيه هاخد الار 2 مثلا واحطها في الار اي، اروح قايم حاططها في الار اي. فانا دلوقتي ما ينفعش اعمل الخطوه ديت، ليه؟ عشان انا عارف ان الار 2 هتتعدل فوق، فانا كده هاخد قيمه قديمه، فانا المفروض انا منتظر التحديث بتاعه اول ما يخلص الار 2 يعدل لي قيمتها وكده وبعدين ابدا اشتغل، تمام؟ فانت هنا لازم اكيد توقف، هتوقف لحد هنا اول لما يعدل قيمه الار 2 يقول لي خلاص انا الار 2 عدلتها بقت ب 120، ساعتها اقدر اكمل بقى اخد السورس اوبرم اروح قايم حاطط الار 2 احطها في الار اي وكده ايه اكمل شغل. بس انت كده وقفت العمليه شويه، تمام؟ تمام. فدي اسمها بايب لاين ستول او داتا هازارد او داتا ديبندنسي الى اخره، تمام؟ تمام. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. طب هو عشان يتجنب حاجه زي ديت قال لك احنا هنشتغل بحاجه اسمها اوفر اند فورورد، اللي انا بقوله ده اوفر اند فورورد، تمام؟ تمام. فهتعمل فورورد الاوفر اند بتاعك، تمام؟ ازاي بقى؟ بص اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، انت كنت قلت ار 2 هتساوي ار 3 بلس 100، دي عمليه ايه؟ ايه اللي يو؟ الاي اللي احنا بنعمله فين؟ في الكمبيوت ستيج او الستيج الثالثه، صح؟ فانت بالنسبه لك اول ما اخلص الستيج الثالثه انا بالنسبه لي ار 2 قيمتها الجديده جاهزه، فانا اروح اعمل لها باص على طول. اللي هو ايه؟ الار 2 دلوقتي انا بالنسبه لي خلاص بقت 120، فبدل ما اخليني مستني كمان اثنين ستيج وكده وبعدين اعمل له باص، انا اعمل له باص على طول يعني عشان دوت يخليه شغال معايا وما يتاخرش، تمام؟ تمام. طب هتعمل له باص ازاي؟ احنا كده هنحاول نعدل حاجه في الرسم، وهي هو ناتج الجمع يا شباب بيروح فين؟ ناتج الجمع بيروح في الار زد، صح؟ مش ديت الرسمه القديمه دايما اللي احنا عارفينها؟ ناتج الجمع بعد ما يخلص بيروح في الار زد، صح؟ مظبوط مظبوط. خلاص يبقى انا دلوقتي انا عارف قيمه الار الجديده ار اللي هي ار 2 ديت موجوده في ار زد، فخلاص ما اجيب القيمه من ار زد، فهي ديت اللي عامله. فانت بالنسبه لك الرسمه الجديده انت عملت ايه؟ اول حاجه هنضيف مالتبلكسر اي، مالتبلكسر اي. طب ايه مالتبلكسر اي؟ اللي هو هل انت مثلا عايز قيمه الار اي ولا انت عايز القيمه المتعدله؟ يعني مثلا انا شغال اساسا على بتاع تو انستراكشن ما فيهمش اي ديبندنسي، فانا هختار القيمه بتاعتي ار اي، انا ماليش دعوه. انما مثلا شغال عرفت ان الار 2 اتعدلت وانا كده كده محتاج الار 2 في الانستراكشن اللي بعده،
فخلاص انا محتاج القيمه المتعدله، القيمه المتعدله الار اثنين موجوده فين؟ في الزد، في الار زد صح؟ فاروح اي موصلها بمالتبلكسر، وكذلك اوصلها في مالتبلكسر بي برضه، بحيث ايه لو احتجتها هنا كمان. تمام؟ تمام، هو دوت بس التعديل اللي حدث يعني، مش عارف دي اسمها ايه؟ اوفر اند فوروردنج. طبعا الاوفر اند فوروردنج كويس يعني وكده، وبس طبعا اكيد هنكون محتاجين كذا حاجه، ان مثلا كومبايلر يقدر يقرا ان مثلا ده في ديبندنسي، فانا هقدر اشتغل بنقطه زي دي. تمام؟ تمام. طيب لو هنشتغل بالعادي اللي هو نوقف، فانت بتعمل نو ديت مثلا او نو اوبريشن يعني، فتقول نو اوبريشن نو اوبريشن نو اوبريشن، بتاخر العمليه يعني من الاخر عشان ايه؟ لحد ما الار 2 تجد. تمام؟ تمام. اللي هو مثلا اللي احنا عملناه هنا، اللي هو زودت مثلا مساحه الديكود دي، خليتها واخده بدل ما كانت تاخد سايكل، خليتها مثلا تاخد يجي اربعه ولا حاجه، لحد بس اما ايه الدنيا ديت اللي فوق تخلص. تمام؟ تمام. فانت لو نو اوبريشن معناها ان هو ايه؟ بيعطل لك العمليه شويه. تمام. طبعا حسب بقى، في كومبايلر مثلا، انا مثلا انا عندي كم انستراكشن، اهو عندي مثلا، انا عندي مثلا بعض الانستراكشنز دي. تمام؟ فانا مثلا يا اما تعمل نو اوبريشن وتعطل الدنيا لحد ما تخلص، يا اما برضو الكومبايلر برضو يخلينا بيه شويه. انا مثلا انا عندي الانستراكشن ده، هل ده انا محتاجه دلوقتي يعني؟ هل ده في داتا ديبندنسي او داتا هازارد اي حاجه؟ لا، ار 5 وار 6 اساسا مش مذكورين، فانا خلاص ممكن اخلي الانستراكشن ده بعد الاد. يبقى انا دلوقتي استغليت اني بدل ما بروسيسور ما كنتش كنت هوقفه خالص، ما كنتش اخليه يشتغل، لا انا هشغله مع حاجه ثانيه، حاجه انا كده كده مش يعني مش هتعمل لي مشكله، لحد ما دوت يخلص الداتا بتاعته، او لما ده يخلص يعني ايه هكون برضو البروسيسور اشتغل شويه بدل ما يخليه وقف. تمام؟ تمام. فهو بيرتب العمليات، يشوف مثلا انا عارف مثلا ان الانستراكشن واحد هيعتمد على الانستراكشن اثنين، طب ما اخلي الانستراكشن اثنين اخليه خمسه مثلا، اخليه خمسه كده بحيث ايه ما يعطلليش الدنيا، واحط مثلا هنا اثنين ثلاثه واربعه، احطهم شويه انستراكشن مش معتمد على الانستراكشن واحد اساسا، لحد ما الانستراكشن واحد يكون خلص، فخمسه ياخد القيمه اللي هو ايه معتمد عليها بس. طيب الاوفر اند فوروردنج ممكن يهندل بعض الحاجات، ممكن في حاجات ما يعملهاش هندل اساسا، اللي هو مثلا انا بحس ان في ديبندنسي فهعمل لها هندل. بمعنى هو بيشتغل ازاي؟ مثلا انا ار 2 هنا مثلا، هقول ايه ار 2 بيساوي ار 3 زائد 100، فين الديستنيشن؟ الديستنيشن بتاعتي ار 2، فخلاص اقول لو في اي حد محتاج الار 2 كسورس فلا، هقول له لا ما تشتغلش، هعرف ان في داتا ديبندنسي. تمام؟ ديت ايه في حاله ان مثلا ايه اللي هيتغير دلوقتي؟ الديستنيشن ريجستر صح؟ تمام. طب تخيل اساسا ان مش الديستنيشن ريجستر بس اللي هيبوظ، يعني ممكن حاجه ثانيه اللي هتتخرب معاه، اللي هو مثلا هنا هنا انت مثلا عندك الانستراكشن ده، انت بالنسبه لك الديستنيشن مين؟ ار 2. فمثلا ار 2 كان فيها 100، فانت بالنسبه لك ده اوتو انكريمنت، فانت بتشوف الادرس اللي في القيمه اللي في ار 3 تمام، ففيها 1000 مثلا، فانت تروح عندك عند الميموري وتشوف 1000 دي بتشاور على ايه؟ 1000 مثلا طلعت بتشاور على 5 يعني، خلاص يبقى تاخد الخمسه وتروح تجمعها على 100 صح؟ وتخلي الار 2 بقت ب 105. فدلوقتي انا لو مثلا بشتغل بالاوفر اند فوروردنج، انا بالنسبه لي دلوقتي هشوف ايه؟ هقول لو في حد محتاج الار 2 كسورس، فانا بالنسبه لي ان كده في داتا ديبندنس. طب في نقطه هو اساسا ما خدش باله منها، وهي ان بعد ما تخلص الانستراكشن ده انت غيرت الار 3 برضه، يعني الار 3 مثلا بدل ما كانت ب 1000 مثلا، لو احنا بنزود اربعه يعني مثلا الورد بتاعتنا مثلا 4 بايت، لو زودت مثلا 4 فانت كده برضو انت غيرت الار 3، فلو حد معتمد على الار 3 هيقول له اشتغل عم اشتغل عادي الار 3 تبعك، والرغم ان الار 3 اتغير. تمام؟ فديت برضو من السايد افكتس. وكذلك برضو بيقول لك ان مثلا لما تيجي تعمل اي عمليه، لما تيجي تعمل اي عمليه مثلا في الاي ال يو، فانت عندك في اسمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عندك فلاج، احنا كنا بنقول فلاج 0 الى اخره، في فلاج اسمه كاري، هو مش مقرر عليه بس عامه الفلاج كاري ده هيشيل قيمه، فلما تيجي تجمع عليه تاني في بتاع ادوس كاري، فانا دلوقتي انا هتجمع الاثنين دول وتجمع عليهم الكاري، فالكاري اكيد معتمد على العمليه اللي فاتت، يعني مثلا لو جمعت 2 زائد 3 مش هتكون زي مثلا 5 زائد 6، الكاري بتاعتها مختلفه، فالكاري ديت برضه هتكون معتمده. تمام؟ فديت برضه من بعض الحاجات اللي هو اساسا الاوفر اند فوروردنج ده اساسا مش هياخد باله منها، يقول قشطه يا عم زي الفل، بس في الحاله دي اساسا هتقصر. تمام؟ بس يعني كده ان شاء الله خلصنا المنهج، اللهم لك الحمد، فما كان من التوفيق من الله، وما كان من الخطأ من النسيان، فمني من الشيطان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.